هذا هو أول يوم من الحملة من مخيم اللاجئين إلى مخيم اللاجئين. لبيك يا درعا، لبيك يا درعا، لبيك يا حلب، لبيك يا حلب، أبوس الأرض تحت أقدامكم يا نساء سورية وأطفال سورية بنات سورية، نحن معكم يا أخوان. صراحة ما كنت عارف إنه أهل طمرة راح يوقفوا معاي بهاي الحملة بهاي القوة، وبلشت 10,000 تنزل علي زي الشتاء، ناس تجيب ذهب وأطفال وكميات مصاري. لغاية هذه الساعة ما لا يقل عن 50,000 شيكل ما شاء الله في هذا اليوم فقط، وغير الذي يتبرع بسوار الذهب وخاتم ذهب وليرات الذهب جزاهم الله كل خير. هذه الانتفاضة اللي طلعت من الأخ إبراهيم والأخ جبر من كفر كنا، من البعنة، من طمرة، من جت المثلث، من بذور من أجل الإنسانية، من منظمة القلوب الرحيمة، من أهلنا بالقدس، من أهلنا في مخيم شعفاط، من كفر قرع، من باقة الغربية، هذا ليس إلا تجسيد فعلي لحبنا وانتمائنا لأهلنا في سوريا. الله ينصركم ويكون معكم، احنا شعب واحد مش شعبين، ولا اشي بقدر يقسمنا، والثورة ستنتصر ان شاء الله.